الساعة 3 الفجر صحينا عشان نروح نشرف على مشروع في القاهرة. طبعا لازم نصحى اكل العيش. قال له وراك فاينل. قلت لهم بلا فاينل بلا بتاع، اهم حاجة اكل العيش. بس قبل ما اروح قالوا لي ده شغل عمارة. فانا كنت ناوي من اول ما دخلت مدني ان نقسم شغل عمارة وشغل مدني لوحده، بس من ساعة ما اللي حصل فينا من بتوع عمارة، وانا اي شغلانة العمارة هقول ان ما فيش مهندسين عمارة اصلا، رايحين نقسم الشقة ونغير الديكور بتاعها. تابعوا معايا وانت نايم مغطيها، انا رايح اشتغل وبحميها. الساعة 3 الفجر كلاب محوطانة من كل حتة، ورايح اشتغل برضه. قالوا لي وراك فاينل. قلت لهم هروح برضه، شغل مش هيب، لازم اروح اشتغل عشان ابقى اندبندنت مان. بص اهو ده الفاينل اللي مستنيني كمان شهر. شهر ايه؟ كمان 10 ايام. وبرضه هروح اشتغل عشان اصرف على نفسي، عشان محدش يقول انت بنديك جنيه. محمد واقف معايا اهوت مستني العربية، برضه مستنيين العربية مش راضية تيجي، بس هتني واقف. معلش يا استاذ سليمان والله ورايا شغل مش عارف اجيلك الفرع. يلا سلام. واصل دلوقتي اهو الدائري. سلام يا بيت، فكرني بذكريات حلوة. اقسم بالله كنت بركب من هنا على باشا كده. وصلنا وقت المدينة بدر الرايقة. سبحان الله احنا عايشين في خرا، الله اكبر علينا. وده بيصنعوا ارقام هناك اهوت، وده كله هيبقى جناين، ودي العمارة اللي احنا هنشتغل فيها ايه الدور التالت. الله اكبر. فيو فيري نايس، والتشطيبات تسلم ايد المهندس المدني اللي عاملها. والله والله انا بدأت احبكم، بس ما بحبش بتوع عمارة خصوصا اللي بيدرسوا لهم في المنطقة دي، يعني مش عايز في حتة تانية. لسه في فاينل واعمال سنة، الله يخليكم. مطلوب توسيع المطبخ ده، فلازم نشيل الجدار ده ونرجعه ورا شوية. وده بدأنا اول خرم اهوت، ونكملها خرق كده لحد ما نخلص. Few moments later. انت تخيل ان اي حد بيكسر طوب بيتبقى منه كسر طوب او طوب كامل. ده شايف ده زلط سن، طوب معمول بزلط سن نوعه زاوي، لما تيجي تكسر ما بيبقاش طوب نهائي اهو. اول ما جينا الصبح وشفنا منظر الطوبه ونوعها، قلنا مستحيل هنكسر الجدار ده ازاي، ده عايز عمال ومرسبات، واحنا معانا شواكيش عيانه اصلا. بس المستحيل اصبح محال. سهل، دخلت هندسه مش عارف تخرج منها، طز فيك وفي ابوك سيبها. ايه يعني شلت لك ماده ولا اتنين؟ اهم حاجه ما تشمتش الدكتور فيك، ما تشمتش المعيد فيك. شيل الماده خدها معاك السنه الجايه، اديك معيد تاني ودكتور تاني عادي. واهم حاجه تاكل معاك جبينك. قلت له منكسر الجدار ده عشان نوسع المطبخ شويه لحد البرزه دي كده. قابلتنا كاميرا ولا اي حاجه، فدايق كويس انها ما جاتش بتزعل من الاخر.
مهندسين مدني. اه بس لما بتطلب معانا لازم نشرب شاي، وما نشرب شاي بنقلب كهربائية وطز في المهندسين الكهربائية. كده بننهي اليوم بعد ما كسرنا الحمام راخر، وناخدكم لقطة للصالة، وبعد كده بننزل البارت 2 وفي الشقة متشطبة نهائي بعد مرور 13 ساعة شغل. خلصنا عشان تتعب على اللي في ايدك، تتعب على اللي في ايدك. هو على العموم دي ما كانتش شغلانة ولا حاجة، دي شقة أخويا الهيئة العسكرية الهندسية للقوات المسلحة. أيوة رئيسها، فكنا بنظبط له شقته يعني، مش حوار.